أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. أبدأ معك هذه الحلقة بآيات من سفر أرميا، أرميا أصحاح 20. أرميا بيحكي عن ظروف صعبة مر فيها، فبيقول في آية 10: لأني سمعت مذمة من كثيرين. ناس بيذموا فيك، عددهم كتير، خوف من كل جانب، يعني من كل جانب، من كل زاوية في تهديد، من كل جانب في خطر، خوف من كل جانب. وبعدين يقول ايه؟ كل أصحابي اللي كانوا أصدقاء ليا انقلبوا عليا يراقبون ظلعي. ظلعي يعني عرجي، يعني بيراقبوا لما انا ابقى متعسر، قائلين لعله يضغى، يعني لعله يعني بيشوفوني وانا ببقى في ظروفي، بيشوفوني بيراقبوني عشان لما اقع ينتهزوا الفرصه ويسيئوا الي. ده ايه اللي كان في ارميا؟ ده صعب قوي قوي قوي. يقول لك سمعت مذمة من كثيرين، خوف من كل جانب، كل أصحابي الزملاء بتعوتي بيراقبون ضلعي، بيراقبون العرج بتاعي، لأن في ظروف بتيجي للإنسان يبقى مش قادر يمشي، يعني شغلك يبقى متعسر كده، بيراقبوك. يقولوا ايه؟ قائلين لعله يضغى، يعني الناس بيراقبوا شغلك كده، يمكن تقع، ولما تقع يعملوا ايه؟ يقولوا فنقدر عليه وننتقم منه. حاجة صعبة جدا، ظروف صعبة جاز فيها رجل الله أرميا. في حاجات مخيفة من كل حتة، في ناس بتزم عليه كتير، في ناس بتراقب الظروف اللي هو بيمر فيها عشان لما يقع يكملوا عليه. يقول كده لألا يضغى، بنشوف يراقبون ظلعي، لألا قائلين لعله يضغى، يعني ممكن جايه كمان بمعنى الخداع، يمكن يتخدع، ممكن يتخدع، ولما يتخدع هنعمل ايه؟ فنقدر عليه وننتقم منه. الجميل بقى الايه اللي بعديها، ولكن، حلوه كلمه ولكن، يعني في ايات فيها كلمه لكن دي عظيمه جدا، دي من الايات اللي لكن دي عظيمه قوي قوي قوي. مش مهم، يعني عايز يقول لك مش مهم كل ده، المهم اللي جاي. ايه اللي جاي؟ ولكن الرب معي، واقف معايا، بحسسني بحضوره. ولكن الرب معي كجبار قدير. عشان كده كل اللي بيحصل ده ما غلبش أرميا. أرميا استمر ماشي مع الرب، استمر يخدم الرب، ما قدمش تنازلات، لا، ما كانش بيساوم مع الغلط، لا. يقول كده سمعت صحيح مذمة من كثيرين، خوف من كل جانب، بيراقبوني عشان ينتهزوا اي فرصة انا وقعت فيها يكملوا عليا. ولكن 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 الرب معي كجبار قدير. ممكن واحد يقول في البيت في كذا وكذا وكذا، ومش عارف ابني ده بيعمل كذا، وده ابني بيعمل كذا، والدنيا سيئه، وايه اللي انا فيه ده. بس يقول ايه بعد كده؟ قول ولكن، ولكن الرب في ايده الامور، ولكن الرب هيغير الاوقات والازمنه ويجعلها اوقات تعويضيه، ولكن الرب هيحميني وهيصلح بيتي، ولكن الرب هيجيلي في الشغل ويمنعه من الفشل، ولكن الرب معي كجبار قدير. عشان كده في آية 13 بقى فرحان، يقول لك رنموا للرب، سبحوا الرب لأنه أنقذني، لأنه قد أنقذ نفس المسكين من الأشرار. عزيزي المشاهد، لو انت حاسس انك انت المسكين، المسكين يعني عاجز، والناس اللي ضدك اقوى منك بكثير، لو انت حاسس انك انت في ظروف صعبة ومهدد، قول اللي قاله
أرمية أقول بإيمان، ولكن الرب واقف معايا كجبار قدير، واللي أنقذ المسكين أرمية هينقذني. آية 13، رنموا للرب سبحوا الرب لأنه قد أنقذ نفس المسكين من الأشرار. عزيزي المشاهد، الناس أحيانا تبقى عايزانا نقع، نقول كده باسم الرب يسوع مش هنقع، باسم الرب يسوع مش هنفشل، باسم الرب يسوع من نجاح إلى نجاح، من مجد إلى مجد، باسم الرب يسوع نكون في الارتفاع. أكمل معاك بقى التأمل في إنجيل لوقا الأصحاح العاشر. إحنا بندرس مع بعض حياة مريم وأختها مرثا في إنجيل لوقا الأصحاح العاشر. شفنا أن مريم كانت حكيمة، حكيمة لأن لما الرب جه البيت كانت عارفة أن الفرصة دي مش هتتكرر كتير، فاستفادت من هذه الفرصة أنها قعدت عند رجلين الرب علشان تسمع كلامه وتتعلم وتتمتع بالرب. وكانت الرسالة في الحلقة اللي فاتت ان اهم من انك انت تخدم الرب انك انت تقعد مع الرب، وينفعش تخدم الرب وانت مش قاعد مع الرب. اهم حاجة انك تبقى زي مريم بتقعد مع الرب عشان تعرف تخدم صح، وعشان تبقى مفيد للاخرين، وعشان تبقى ناجح. اهم حاجة ان يبقى في حياتك قاعدة يومية مع الرب، تقعد معاه في وانت بتقرأ في الكتاب، وتقعد معاه وانت بترنم، تقعد معاه وانت بتصلي. انما المهم ان يوميا عندك قعدة مع الرب. ليه؟ لان ده الهدف او اهم رسالة في هذه القصة، ان مرثا ما اهتمتش بالجزء ده، فكانت النتيجة لانها ما قعدتش عند رجلين الرب، سقطت في اخطاء. من الأخطاء اللي سقطت فيها إنها عملت خدمة كثيرة، يعني زيادة عن اللازم، زي واحد كده تلاقيه بيخدم طول كل يوم 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 على حساب بقى، على حساب حاجات تاني. بيخدم الرب صحيح، بس على حساب عيلته، على حساب أولاده، مش بيقعد مع أولاده، على حساب زوجته، مش بيقعد مع زوجته. قال له ده بيدمر بيته وهو بيخدم الرب. اقول لك اه، طب ليه هو مش حكيم؟ ليه هو مش متزن؟ لانه ما قعدش مع الرب. لو قعد وهدي مع الرب كان الرب هيوجهه. فهنا في خطورة لما الانسان يندفع في خدمة الرب بدون توجيهات من الرب، من غير ما لما يندفع في خدمة الرب هو مش متعلم من الرب. لازم يمشي مع الخدمة ان انا اقعد مع الرب واتعلم منه، يقودني في القعدة ويرشدني ويفهمني. لان ناس كتير خدمت الرب وبسبب خدمتها للرب ايه؟ ضرت اسرتها وضرت اولادها. يعني ممكن تلاقي خادم عنده خدمة كبيرة بس اولاده طلعوا وحشين. وفي امثلة في الكتاب المقدس، يعني صموئيل النبي عظيم جدا جدا لكن ولاده طلعوا وحشين. ممكن يبقى السبب ايه؟ الحته دي، انه خدم 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 وما اهتمش ب دايره الاولاد ودايره الاسره. عزيزي المشاهد، دي غلطه مرثا، ان مرثا اندفعت تخدم 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 بدون ما تقعد مع الرب، فخدمت خدمة اكثر من الاحتياج. يعني احتياج الرب في الزيارة دي الاكلة بسيطة، هي راحت عملت مايدة عظيمة جدا. طب مش ده اللي هيشبع؟ مش ده اللي هيبسط الرب؟ مش ما هي مش عارفة فكر الرب. ليه مش عارفة فكر الرب؟ عشان ما عادتش زي اختها مريم عند رجليه. لو كانت قعدت عند رجلين الرب، الرب كان بعد شويه يقول لهم طيب قوموا اعملوا الاكل، خلاص الرب هيوجه، الرب هيبقى قائد الرب. لكن هي عملت نفسها قائد. اخطر حاجه انك انت تقود نفسك حتى في مجال الخدمه، تخدم كده بمزاجك، دي اخطر حاجه. ما مرثا تخدم بمزاجها، هي بحسب فكرها انها لما تعمل اكل رائع وياخد مجهود هو ده اللي هيخلي الرب واللي معاه مبسوطين. ده فكرها هي،
هي بتخدم الرب بفكرها، ودي اخطر حاجة ان واحد يخدم الرب بتفكيره. انت لازم تخدم الرب بتفكير الرب مش بتفكيرك. يعني ممكن تبقى متحمس كويس، الرب بيحب ده، بيحب ان احنا عايزين نخدمه، لكن ما نخدموش بافكارنا، نخدمه بتوجيهات منه أو بلغة عملية بتوجيهات الروح القدس جوه قلبنا. الروح القدس عايز ايه؟ هي بقى خدمت خدمة كثيرة وبالغت في الخدمة وتطرفت في الخدمة، وده ما كانش في فكر الله، ما كانش في فكر الرب. لو كانت قعدت عند رجلين الرب، بدأت الأمور بأنها تقعد عند رجلين الرب، الرب كانت هتفهم منه أنه مش محتاج أكل كتير، وكان هيوجههم يعملوا لي كذا كذا وخلاص، لأن في حاجات أهم. يمكن الرب مش عايز يضيع الوقت في الأكل، بدل الناس بتقعد تاكل بقى واطباق كتير وانواع ولا ما ناكل واحنا بنسمع عشان كلنا نستفيد في حاجات اهم. انا مش هاجي هنا كل يوم. ويقول الكتاب بقى نتيجه انها ما سمعتش من الرب ارتبكت، يعني حتى الخدمه بتاعتها مش ماشيه بسلاسه، فيها ارتباك، فيها ارتباك. ودايما الشخص المرتبك يغلط. يعني لما تعمل انت مثلا عندك مصنع، مثلا مالك مصنع، لما تقود المصنع وانت مرتبك تغلط وتعمل اخطاء تكلفك كتير، وكأنك بدل المجهود بتاعك بدل ما يجيب نتيجة جاب خسارة. ليه؟ عملت مجهود كتير بس عملته بارتباك، مش مرتب، مش منظم، مش هادي. باسم الرب يسوع نتعلم هذا الدرس. زي طالب يذاكر كتير قوي بس مرتبك ما بيحصلش، لاني مش مترتب، الحاجة مش مترتبة، مش بيذاكر الدرس ده بعد الدرس ده، كله بيذاكر كتير كتير ومجهود وبيركز على كل حاجة بيقراها مهمة. ولا طبعا، في حاجات اهم من حاجات، وفي حاجات تاخد وقت، وحاجات الوصول نعدي عليها بسرعة. الارتباك، لما اقعد مع الرب هتخلص من الارتباك فخدمتي وشغلي ينجح. هي يقول الكتاب أما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة. ارتباك، والارتباك جاي نتيجة إنها ما هديتش. وليه ما هديتش؟ لأنها ما قعدتش مع الرب. عزيزي المشاهد، مهم إن احنا نقعد عند رجلين الرب عشان نرمي همومنا عليه، وعلشان نرتاح، وعشان ما يبقاش مخي متلخبط، وعشان ما يبقاش مخي متشوش، وعشان ما يبقاش مرتبك فأغلط، أعمل خدمة كتير، شغل كتير، لكن نتائجه قليلة. شو بقى نتيجة الارتباك عملت إيه؟ يقولك فوقفت، توقفت وقالت يا رب. إيه ده؟ ده قطعت حديث الرب. أخطاء، يعني أنت بتعملي أكل للرب أصول ما تضريش الرب، ما يبقاش الرب بيتكلم وتقطعيه، ومش بس بتقاطع حديث الرب، ده دخلت كده في اصلا مرتبكه. مرتبكه ليه؟ الاكل مش هده يخلص. ليه؟ ما قررها غلط، عملت حاجات ازيد من اللازم، خدمه كثيره، فعشان كده ازعجت الرب، دخلت وكلمت الرب. يقول لك وقالت يا رب. وايه بقى؟ لانها مرتبكه طلعت كلام غلط، بتصلح للرب. تصور بقى لما الانسان يصلح للرب، مع انها بتحب الرب وهي اللي دعته البيت وهي اللي جابته، لكنها من الارتباك. احيانا لما واحد ما ينامش يعمل اخطاء، ويعني بيضر شغله بعدم النوم. احيانا ويبقى فاكر نفسه ان هو لما بيشتغل كتير هينتج، هو في الواقع لأن نتيجة انه بيشتغل كتير بيرهق، وممكن تجيله امراض، ولما تجيله امراض ويرهق شغله هيضيع لانه مش حكيم. وعشان كده الرب قال لنا اوعوا تشتغلوا 7 ايام، لازم تشتغل 6 ايام بس ويوم ترتاح فيه. والمزمور بيقول لك ما ينفعش تشتغل في اليوم الواحد اكثر من الضروري، ما ينفعش، لان ده مش هيجيب بركه. لازم نحترم قوانين الله. هي بقى لا، هي نتيجه الخدمه الكتير والمجهود الكتير غلطت، وغلطها صعب. ليه؟
لان غلطها جاي ضد الرب. هي بتصلح للرب، بتقول له يعني انت ما عندكش احساس. شوف المعنى، يا رب اما تبالي، يعني مش واخد بالك يا رب. انت بتصلح للرب. وعلى فكره ده مش هنا بس، هي يبدو ان مرثا دي كان عندها عيب الاندفاع في الكلام. ليه بقى؟ لاني في قصه لما اخوها مات لعازر في انجيل يوحنا اصحاح 11، قالت للرب ايه؟ يعني برضو عملت نفس الشيء. يعني هنا في لوقا 10 قالت له ايه؟ قالت يا رب اما تبالي بان اختي مريم قد تركتني اخدم وحدي؟ يعني انت مش انت سايبها ليه تقعد عند رجليك تسمع؟ يعني انت بكلمه واحده منك تجيبها لي المطبخ؟ يعني هي مش راحت تقول لاختها او شاورت لها من بعيد كده، كان ممكن تشاور لها كده من بعيد يعني انا محتاجه لك. لا، ده هي بالاندفاع يعني صلحت المشكله غلط، راحت للرب و بتنتقد الرب وبتقول له اما تبالي بان اختك قد تركتني اخدم وحدي؟ وزي ما قلت لك دي مش المره الوحيده. يعني في انجيل يوحنا اصحاح 11 في آية 39، شوف قالت إيه؟ لما الرب قال ارفعوا الحجر عن لعازر، قالت له إيه؟ قالت له مرثا أخت لعازر يا سيد قد انتن لأن له 4 أيام. يعني أنت بتعمل إيه؟ بتصلح على الرب. إزاي يعني تقول ارفعوا الحجر وتطلع الريحة الوحشة ونشمها؟ إزاي تصلحها على الرب؟ ده يبدو أنها كانت شخصية مندفعة في الكلام. فلما تبقى مندفع في الكلام يعني ما تبقاش مؤدب. يعني في ناس كتير تبان انها مش مؤدبة لانها مندفع لجواها بيطلع على طول، ويبقى يقول لباباه كلمة صعبة ويبدو ويظهر فيها انه شخص مش مؤدب. يعني يعني دي حاجة قلة ادب، يعني ان الرب السيد العظيم ملك الملوك ورب الارباب تصلح عليه، تقول له ليه تقول شيلوا الحجر، ولا تصلح عليه انا تقول له ليه سايب مريم عند رجليك ومش ما بعتهاش المطبخ؟ عزيزي المشاهد، اذا كنت شخصيه مندفعه تعال للرب عشان يغيرك. تقول لي دي ليها حل؟ ما فيش حاجه ملهاش حل عند الرب. هو يستطيع كل شيء ولا يعصر ولا يعصر ولا يعصر عليه امر، لا يعصر لا يعصر عليه امر. لو انت شخصيه مندفعه ومن اندفاعك بتسيء لنفسك، يعني هي قبل ما تسيء للرب اساءت لنفسها، لان الناس اللي بتحب الرب يعني شكلها وحش. عزيزي المشاهد، اذا كنت شخصيه مندفعه في الكلام وفي اندفاعك بقى بتنسى ان ده الاب وان ده المدير وان ده الرئيس وان ده اللي اكبر منك، تعال للرب لانه لا يعصر عليه امر، هيغيرك بكل تاكيد. غمض عينك كده وقول يا رب غيرني، شيل مني الاندفاع. يعني مرثا اذا ايه بقى مشكلتها؟ مشكلتها انها ما قعدتش عند رجلين الرب فما ارتاحتش، نتيجه عدم الارتياح عملت خدمه اكثر من المطلوب، عملت حاجات اكتر من طاقتها، ودي شيء خطير انك تعمل حاجات تخليك مرتبك. يعني لو انت حسيت انك بتخدم الرب تفقد اعصابك، لا ما ينفعش تخدم كده، ما ينفعش تبقى قسيس كنيسه ومن الخدمه الكتيره اي واحد يكلمك تزعق فيه، ما ينفعش ما ينفعش. خد اجازه، مش عيب، خد اجازه واستريح، خد اجازه وسافر مكان. ليه؟ لانك انت كده بتفسد عمل الله، ماشي في النجاح. طيب بتشتغل كتير 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 لكن كله فيه انفلات في لسانك وفي عصبيه. ليه؟ لانك ما ارتحتش. هنا الرساله المهمه ان انا ارتاح اهم حاجه. وعشان كده يوم السبت يوم مهم جدا كان في العهد القديم، لان يوم الراحه، واللي كان بيكسر اليوم ده كان عقابه شديد جدا، لان الرب كان عايز يعلم شعبه ان اشتغل بس وانت مستريح، اعمل شغلك وانت مستريح، ما تعملش شغلك وانت متخانق مع مراتك ومتخانق مع اولادك، ما ينفعش، مش هيبقى فيه بركه. عشان يبقى فيه بركه لازم البيت يبقى فيه سلام، وانت جواك يبقى فيه سلام. هنا مفيش سلام، يبقى الاكل هيطلع حلو ازاي؟ مش هيطلع حلو، مش هيطلع كويس. ليه؟ لان مفيش سلام في البيت.
فهنا ده اللي حدث. يعني مرثا عملت ايه؟ شوف بقى، مندفعة وبتلوم الرب، وقالت يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي، وبتدين أختها وبتنقد أختها وبتنقد أختها قدام الرب. ويمكن وطبعا في ناس موجودة، إيه ده؟ باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، أيا كان السبب، ما نبقاش إخوات طول النهار ننقد بعض، أيا كان السبب، ما نبقاش دايما بنشتكي بعض، أيا كان السبب، نصلي ونطلب من الرب ندي علاقات حلوة في البيت. يعني دي مش حاجة كويسة إنه بيشتكوا بعض، أو واحدة بتشتكي التانية للرب، مش حاجة كويسة. يعني هتعملي أكل، طب بس أنت بوظت كل اللي عملتيه بالموقف ده. في ناس كده تبوظ كل حاجة، يعني يقعد يشتغل طول السنة، وفي قرار واحد يبوظ كل اللي عمله. ليه؟ لأنه مش بيقعد مع الرب. ليه؟ لأنه ماشي بالحماس والغيرة، وأنا كده، وأنا واحد يقول لك ده أنا سخن، أنا مع ما 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 وأنا بقول لك كن كسلان، بس بقول لك لازم تتعلم تهدى وتراجع قراراتك مع الرب. ومع الرب ده مهمة جدا، لأنك أنت ممكن تكون مندفع في شغلك على حساب بيتك وعلى حساب أولادك وعلى حساب صحتك كمان، وفاكر ان صحتك مش هتتأثر. مين قالك ان صحتك مش هتتأثر؟ هتتأثر 100%، وكل اللي عملته ده ممكن يقع نتيجة ان صحتك اتأثرت، وذاكرتك ضعفت، والإرهاق بان عليك، او الشيخوخة. لا، لازم تقعد مع الرب عشان يصلح افكارك. لو انت عندك مشاكل مع اولادك، لو انت عندك مشاكل مع اخواتك، ممكن يكون المشاكل دي جاية من الاندفاع والشغل الكتير. ما مرسع بقي عندها مشكلة مع اختها بسبب ايه؟ انها شغل 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 في المطبخ في المطبخ في المطبخ، النتيجة مشكلة مع اختها، ومشكلة مع اختها وشكوى ولوم الرب. قالت يا رب اما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي. عزيزي المشاهد، باسم الرب يسوع نمتلئ براحة من الرب، نمتلئ بسلام الرب، نقعد مع الرب. لازم نقعد مع الرب زي مريم، علشان ما نعملش مشاكل مع إخواتنا، وعشان لما نخدم نخدم صح، ولما نشتغل ننجح، ويباش نجحنا ما ننجحش في حتة على حساب حتة. باسم الرب يسوع نكون مثل مريم في هذه القصة، ولا نكون مثل مرثا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. الرب معك.